ما أهم ما صرح به بالأمس خليفة حفتر برأيك؟ أهم ما صرح به المشير أركان حرب خليفة حفتر هو أنه تحدث الآن، لم يتحدث منذ إعادة انتشار القوات المسلحة العربية الليبية لحماية موارد الليبيين وحماية ثروات الليبيين وانطلاق مبادرة القاهرة التي حضرها هو والسيد رئيس مجلس النواب وأطلقها الرئيس السيسي، وهي المبادرة التي كان يجب أن يلتف حولها الجميع، وعين الخطوط الحمراء بالنسبة للقوات التركية والمستعمر التركي الذي يحتل غرب البلاد. الآن وبعد تكاثر الاستعدادات والطيران المسير الذي اليوم فقط هبطت 3 طائرات، إحداها في مطار الكلية الجوية في مصراتة، الآخر في القاعدة الجوية ميتيقة، والثالثة في قاعدة الوطية. هذه الطائرات تحمل السلاح وتحمل الذخائر وتحمل المرتزقة. نعم. حدث التطور خطير خلال الأيام الماضية، وهي تحرك قوات الميليشياوية وتحرك المرتزقة السوريين من قواعدهم في مصراتة وفي إزليتن وفي طرابلس، وتقدموا إلى جسر السدادة وتاورغا والهيشة، وكذلك وصلوا إلى زمزم والقداحية. هذه المناطق بعضها لا يبعد عن فرق أكثر من وعن مناطق القوات المسلحة العربية الليبية أقل من 10 كيلومترات، وهذا اعتبر بالنسبة للقيادة العامة للقوات المسلحة اختراق خطير للغاية، لأنه ينبي عن استعدادات كبرى للتحرك لمهاجمة قواتنا المسلحة في مناطق سرت والجفرة. هل يلوح في الأفق مواجهة قريبة حتمية برأيك من بعد هذا الأحداث التي استجدت على الوضع الميداني؟ نعم، هذا ما يسعى عليه أردوغان عندما صرح بأنه اتفاق 5 مقابل 5 التي طالب بإخراج كافة القوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح بأنه اتفاق هش لا يمكن أن يصمد ولا يعترف به، وبالتالي هو لا زال ساعيا في مساره للاستيلاء على منابع النفط ومنابع البترول وعلى الموانئ النفطية كاملة في الهلال النفطي. هذا ما يسعى إليه أردوغان، وهذا ما صرح في تصريح مضاد من خلال كلمة سيد المشير خليفة بن قاسم حفتر في احتفالية إعلان استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 الذي صادف يوم أمس. أعلن بوضوح وبصراحة رسالة للداخل وللخارج، للداخل على القوة الوطنية للالتفاف حول القوات المسلحة وحول مشروعها لطرد المستعمر التركي، على قواتنا المسلحة أن تصبح في كامل جاهزيتها كما هي الآن وكما استعرض بعض الفصائل المتواجدة في منطقة بني غازي، هذه الكراديس التي تواجدت والطيران الذي استعرض فوق قاعدة بنين الجوية، رسالة واضحة لأردوغان بأن لو فكر جديا في التحرك نحو سرت سيكون الجيش الليبي متفرد له وسيحزمه على الرحيل بالقوة.